وہ کھولتا ہے کرم کے ہزار دروازے کوئی صدا جو اسے ایک بار دیتا ہے. آیات بیانات سیار کی سسین بزم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام رحمان کلمت مسو فخر القراء نجم القراء زینت الحفاظ الحافظ القاری محترم محمد الفتح حسین قادری صاحب تشریف لائیں اور آیات بیانات سے آج کی سسین بزم کا آغاز اللہ رب العزت کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس نورانی آیات سے فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان الله وسبحوه بكرة وأصيلا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان تحجتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم
بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله.